مأخر على الطيارة. Yes, yeah, dear. Thank you very much. We don't have a lot of time. At what time? At what time your flight? 5 o'clock. 5 o'clock. Yes. It's okay. It's okay. Thank you very much. So you are walking to the airport. Yes, we are. We are. يعني يبدو إنه هن سياح كارولينا عفوا نبيلة وبالتالي بدهم يلحقوا ما عندهم طريقة أخرى غير إنه سيرا على الأقدام يتوجهون إلى المطار علما إنه في هناك حضرتك مأخرة على المطار أي ساعة طيارتك أي ساعة طيارتك جوزي أي ساعة طيارتك خمسة إيه يعني بعد عندك شيء ثلث ساعة مشي على المطار شو بدي أعمل ما عندي حل تاني يعني ما عندي حل تاني ابدا يعني بس قلبي معكم فلي وقلبي معكم يعني انت مع التحركات يلي عم بتصير مش زعجه خلص طفح الكيل يعني بقى جوريز جو 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 ميرسي اذا عم نشاهد المواطنون اللبنانيون وحتى السياح هن ما ليس لديهم اي خيار اخر غير انه يجروا حقائبهم ويتوجه سيرا على الأقدام باتجاه مطار رفيق الحريري الدولي علما أنه بالسيارة الأمر ربما يحتاج إلى دقيقة أو دقيقتين للوصول ولكن سيرا على الأقدام يعني هناك مسافة كبيرة عليه أن يقطعها أن يجتازها المسافرون للوصول إلى مطار رفيق الحريري الدولي رح نجرب كمان نشوف هناك عناصر مكافئة